أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. أجواء أكثر استقرارا مما كانت عليه خلال الساعات الماضية، متوقع أن يترسب الغبار تدريجيا أكثر وأكثر خلال الساعات القليلة المقبلة. حاليا الرؤية الأفقية تحسنت عما كانت عليه خلال الساعات الماضية، حاليا حول 4 كيلومتر بعد ما كانت نص كيلو وأقل، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة. متوقع أن تتحسن الرؤية الأفقية لنص الليل إن شاء الله بإذن الله. أجواء راح تكون صافية، بعض الغبار القليل العالق راح يكون فقط في المناطق الصحراوية والمكشوفة. عبور السحب راح يستمر ويانا، في فرصة لأمطار قد تكون رعدية مع نهاية اليوم على بعض المناطق، لكن هذه الفرصة ضعيفة وراح تتراجع أكثر بإذن الله خلال الأيام القادمة. في فرص ثانية لكنها رذاذ خفيف. نتعرف على أجوانا أكثر، عبور السحب راح يستمر ويانا بين الحين والآخر. أجوانا راح تكون غائمة جزئيا بعض الشيء إلى غائمة على بعض المناطق حتى يوم الغد، وراح تستمر ويانا السحب لعدة أيام. الرياح شمالية غربية حاليا معتدلة السرعة 32 كيلومتر في الساعة، كحد أقصى الليلة راح تكون 45 كيلومتر في الساعة، وراح تتراجع سرعتها باكر أيضا راح تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. مساء يوم الغد بإذن الله راح تتراجع سرعة الرياح بشكل كامل وتكون تقريبا من 10 ل 35 كم في الساعة، لكن من أجل سلامتكم ننصحكم بتأجيل أي نشاط بحري اليوم وباكر. درجة الحرارة حاليا 26 درجة مئوية، الرطوبة نسبية 30%، الرؤية الأفقية حاليا 4 كيلومتر لكنها قاعد تتحسن تدريجيا، راح تكون أكثر وأكثر أفضل خلال الساعات القليلة المقبلة. عبور السحب راح يستمر ويانا اليوم وباكر والعدة أيام. أجواءنا راح تكون غائمة جزئيا بعض الشيء، امتداد تأثير منخفض جوي وهو اللي أثر علينا في الأجواء الغير مستقرة اليوم وراح يستمر ويانا أيضا حتى يوم الغد. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تقريبا سرعتها راح تتراوح ما بين 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة. فرص الغبار لا تزال قائمة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وأيضا تراجع الرؤية الأفقية لا يزال موجود فيها وراح يستمر ويانا حتى ساعات الصباح الأولى، لكن الأجواء قاعد تتحسن الرؤية الأفقية فيها أكثر في مدينة الكويت حول 4 كيلومتر طبعا، وبإذن الله راح تكون خلال الساعات القليلة القادمة أفضل من ذلك، راح تصل إلى 6 و7 كيلومتر طبعا الرؤية الأفقية. وبعد ذلك بعد منتصف الليل راح تكون إن شاء الله بإذن الله حول 9 و10 كيلومتر. رياح شمال غربية راح تستمر، عبور السحب أيضا راح يستمر ويانا، فرص الأمطار قد تكون رعدية مع نهاية اليوم. عبور السحب مع استمراره طبعا مع نشاط الرياح احيانا ممكن يسبب الغبار اللي يكون عن الرياح الهابطه، ومع الفتره هذه خاصه احنا فتره سباق السرايات او نهايه فتره سباق السرايات اللي بعدها راح تكون فتره السرايات، درجات الحراره تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية حتى ساعات الصباح الاولى. الرياح الشمال الغربيه راح تستمر ويانا وسرعتها راح تتراوح ما بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعه، والبحر راح يكون معتدل الى عالي الموج من 3 إلى 6 قدم. عبور السحب ايضا مستمر، فرص الامطار راح تكون موجوده لكن على البحر او اغلبها راح يكون على المناطق الجنوبيه والبحر، فرص رذاذ الامطار راح تكون موجوده لكنها راح تتراجع تدريجيا. درجات الحراره تتراوح ما بين 15 الى 18 درجه مئويه في اغلب المناطق خلال فتره الظهيره، تعود الاجواء الحاره نسبيا خلال فتره الظهيره، تتراوح العظمى ما بين 28 الى 33 درجه مئويه في اغلب المناطق باستثناء الجزر والمناطق طبعا الساحليه اللي تتراوح ما بين 24 الى 26 درجه مئويه مع عبور لبعض السحب، وسرعه الرياح راح تكون معتدله تنشط على فترات تصل كحد اقصى 40 كيلومتر في الساعه. مساء يوم الغد تتراجع سرعه الرياح واجواء راح تكون اكثر استقرارا وراح تكون مستقره بشكل كامل باذن الله، وسرعتها راح تتراوح طبعا الرياح ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، والبحر راح يكون من 2 إلى 5 قدم يعني لا يزال مزعج. لذلك من أجل سلامتكم أجلوا أي نشاط بحري اليوم وباكر. الفترة هذه من فترات الحمل، المد راح يكون الساعة 12:23 الظهر، مد واحد فقط لأن المد الثاني راح يدخل في اليوم اللي بعده. الجزر الأول راح يكون الساعة 6:16 صباحا، والجزر الثاني الساعة 6:23 مساء. إخواننا الحداقة تابعوا النشرات الجوية بشكل مستمر، هذه فترة سباق السرايات أو نهايتها، بعد ذلك حتى منتصف شهر 4 راح تكون فترة السرايات، لذلك التقلبات في الطقس واردة بين الحين والآخر. المواقيت بإذن الله أذان الفجر الساعة 4:24 والشروق راح يكون الساعة 5:45 والمغرب الساعة 6:05. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، الرياح الشمال الغربية راح تستمر ويانا، راح تتراجع سرعتها بين الحين والآخر. عبور السحب راح يستمر ويانا، في فرص لرذاذ الأمطار بإذن الله راح يكون ويانا. باكر رياحنا الشمالية غربية من 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة، سرعة الرياح معتدلة تنشط على فترات، أجواء أكثر استقرارا مع عبور السحب، العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية. تتراجع سرعة الرياح أكثر في يوم الأحد بإذن الله، أجواءنا غائمة جزئيا، في فرص لرذاذ للأمطار طبعا في يوم الأحد، 31 عظمى وصغرى 18 درجة مئوية، ومن 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية مع عبور للسحب بين الحين والآخر. في يوم الاثنين 33 عظمى وصغرى 19 درجة مئوية، درجات حرارة 30 راح تستمر ويانا لعدة أيام،
35 أجواء حارة مع تقلب اتجاه الرياح إلى شمال غربي سرعتها من 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة 35 عظمى وصغرى 20 درجة مئوية. أجواء تميل إلى عدم الاستقرار في يوم الأربعاء، رياح شمالية إلى شمالية شرقية بين الحين والآخر سرعتها من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة مع عبور لبعض السحب 32 عظمى وصغرى 18 درجة مئوية. راح نوافيكم معلومات أكثر عن يوم الأربعاء بإذن الله في نشراتنا القادمة. أعزائي المشاهدين، الأخبار راح يترسب تدريجيا أكثر وأكثر، والأجواء راح تكون صافية بإذن الله يوم الغد، وتتحسن الرؤية الأفقية خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله. نشرتنا الجوية تنتهي، ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم.